تأكيد على أهمية هذا التدشين اليوم باش نجعله من هذا الفضاء أحياء الجامعية، ماشي فضاء فقط ديال الإيواء والإطعام، ولكن فضاء ديال تنمية القدرات ديال الشباب بفضل هذه الخدمات المقدمة هنا من أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، وأيضا هذه الخدمة ديال الصحة الجامعية والخلايا ديال الإنصات. هذا واحد النموذج أعطينا الانطلاقة ديالو اليوم مع وزارة الصحة، تنويه والإشادة بهذه الشراكة الوطيدة مع وزارة الصحة، وأيضا في أفق التعميم على مستوى الوطني. رمزية المكان اليوم هو أول حي جامعي اللي تم التدشين ديالو في 1957 من طرف المغفور له محمد الخامس، وأيضا كتشوفوا المواصفات الحمد لله اليوم جد محفزة، بيئة محفزة لتيسير النجاح ديال الشباب ديالنا وديال الطلبة ديالنا.